لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى آل بيتك الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله وابن أمير وابن سيد المرسلين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، روحي وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفداء قل الفداء يا قتيل العدا ومسلوب العمامة والردى غريب يا مظلوم كربلاء. كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المدى له أن ذلك يحصل. سلام على الحمراء سلام على الحمراء ما بقي الدهر وما أشرقت شمس وما طلع البدر. سلام على القلب الكبير وصبره بما قد جرت حزنا له الأدمع الحمر. جرى ما جرى في كربلاء وعينها جرى ما جرى في كربلاء وعينها رأيت ترى ما جرى مما يذوب له
الصخر ماذا رأت زينب سلام الله عليها؟ اسمع، لقاياك أبصرت جسم الحسين والزعايا، فجاءت بصبر دون مفهومه الصبر، رأته فنادت يا ابن أمي ووالدي، لك الصبر مكتوب، لك القتل مكتوب، ولي كتبا لا أطيبه. ساعد الله قلبك يا حورا، أخي إن في قلبي أسان لا أطيبه، وقد ضاق مني في تحمله الصدر. علي عزيز أن أسير مع العداء وتبقى بواد الطرف يصهرك، أيوة حسين أخي، وتبقى بواد الطرف يصهرك حر أخي. إن سرى جسمي فقلبي بكربلا مقيم، إلى أن ينقضي مني عمره. أخي كل رزق دون رزقك هين، أخي كل رزق دون رزقك هين، وما بسواه اشتد وعصوا صبايا أمره. أخي أنت عن جدي وأمي وعن أبي وعن أخي المسموم لي سلوى ولي ذخر، متى شاهدت عيناي وجهك شاهدت وجوهه الغرة، وكان بك يسر فمذ غبت عني غاب عني جميعهم. لذلك يوم العاشر تنادي وجداه وأبتاه وفاطمه وحسناه، اليوم مات أبي محمد، جدي محمد، اليوم مات أبي علي، اليوم ماتت أمي فاطمة، وفقدك كسر ليس يرجى له جبر. اتنادي سور الحرم يا حسين لا تجلب والنار، سور الحرم يا حسين لا تجلب والنار، بل كت يا عزنا للحرم تبدأ الرن. أنا ودي
أصبعك والجبين لكن إش بيجي لازم ديالي خويا أبو علي لا يقدر السجاد ينهض جان يخدكني واسدان وبالدمع نغسل خويا خويا تدري الوحدة ضعضع زمر ما الوحيدة عايلة ومجبل وخافي وعنا صبح عن كربليش والضل عاري بهالفلا وحنا ضعنا قلها بلا تغسيل عزم يتركوني عزم تمر بيا ضعينا وتمر وخواتي جان ردوا توصلوا نجبل على جنان جيب الفاتح جان يمي تقدرين تجين وتوصلين المشرعة اسم الصبر يا عزيزة الزمر الأمر صاح صبر مالي يا بعد أهل على فرقات للموت خذني يا عزيز الروح بهالبار تضيعنا وللشدة بخرنا قبلت نحر وصاحت الله وياك صاحت يا يمة تعالي تعالي شوفي كربلش سوات ابحاني أنا شوف أخوتي مجدلة أقبالي مالي نادت يا يمة بعيدة ثلاثة أيام أنا ساكنة الميل شفت حسين من حزان نوم بنغر ودور خلصان إيد نوم بنغر ودور شاف عظيم نوم بنغر ودور شاف إلا بالله العلي العظيم سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين طيب وفاكم بذكر محمد وآل محمد الشيطان
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عز من قائل في كتابه العزيز الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم. نعرج شيئا قليلا على هذه الآية وسبب نزولها، وشيئا من الروايات ثم على تضحيات بعض أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، ونعرج ثم ذلك على بعد ذلك على تضحيات أصحاب الحسين سلام الله عليه. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن لا يرينا ولا يريكم مكروها في عزيز. الآية الكريمة تتحدث عن رجال كانوا حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صدقوا بعهدهم ووفائهم لهذا الدين ووفائهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الحاكم الحسكاني، وهو من علماء أهل السنة لا كما لا يخفى، يروي عن علي أمير المؤمنين عليه السلام قال: فينا نزلت رجال لا تلهيهم، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ثم يقول عليه السلام: والله إني المنتظر، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، والله أنا المنتظر وما بدلت تبديلا. ومنا، ثم يقول عليه السلام: منا من قد استشهد كحمزة سيد الشهداء. وعن ابن عباس رضوان الله تعالى عليه قال أن هذه الآية الكريمة نزلت في شهداء بدر وأحد، والمسلمين الصادقين في هاتين الغزوتين الذين كانوا ينتظرون النصر أو الشهادة. عن أنس بن مالك أيضا يروي عن عمه أنس بن النضر يقول: لما وقعت واقعة بدر الكبرى لم يكن حاضرا فيها أنس بن النضر، فأخذه الأسف بعد أن وضعت الحرب أوزارها، أسف أن لا يكون قد اشترك مع المسلمين في غزوة بدر، فعاهد الله لئن كانت هناك معركة أخرى مع قريش ومع المشركين ليثبتن وليوفين لله سبحانه وتعالى بعهده. وفعلا لما جاءت غزوة أحد ثبت أنس بن النضر مع مجموعة من أصحابه، فجرح ثم استشهد بعد ذلك. والروايات في ذلك كثيرة طبعا تروي عن هؤلاء الثلة المؤمنة الصادقة الذين وقفوا وثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنزلت في حقهم هذه الآية المباركة. وإلا فإن الآية الكريمة كما يقال خصوص المورد لا يخصص الوارد، لا يخصصها في المورد التي نزلت فيه، وإنما تعمم هذه الآية على كل موقف وقف فيه إنسان مع الحق في أو قبال الباطل ضد الباطل، تنطبق عليه هذه الآية الكريمة. هذا هو المحور الأول. نأتي للمحور الثاني، تضحيات بعض أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه. أول هؤلاء هذه التضحيات تضحية عدي بن حاتم الطائي. هذا الرجل المؤمن الصحابي الكبير يقال دخل يوما على معاوية بن أبي سفيان وكان قد ذهبت وأصيبت عينه. كان جالسا عند معاوية عبد الله بن الزبير، فقال له:
يا أبا طرفة أو طرفة عنده يا أبا طريف عنده ثلاثة أبناء طريف وطراف وطرفة كلهم بهذا الجذر طرفة يا أبا طريف ما بال عينك أين ذهبت عينك ما أصاب عينك فقال أصيبت يوما هذ يوم فر أبوك منهزما وقتل وليقصد من؟ الزبير بن عوام أصيبت يوم فر أبوك منهزما وقتل ويوم ضربت على قفاك وكنت هاربا وكنت مع الحق وكنت مع الباطل ثم التفت معاوية إلى عدي بن حاتم الطائي وقال له ما صنع الطرفان لو الثلاثة يعني أولادك الثلاثة طريف وطراف وطرفة ما صنعوا قال قتلوا مع أمير المؤمنين واستشهدوا فقال له معاوية والله ما أنصفك علي إذ قدم أبناءك وأخر أبناءه فقال والله شوفوا التضحيات شوفوا الرجال العظام فقال والله أنا الذي ما أنصفته أنا الذي ما أنصفته مع قتل ثلاثة من أولاده مع أمير المؤمنين في معركة الجمل قال أنا الذي ما أنصفته إذ قتل وبقيت بعده هذا نموذج من نماذج أصحاب أمير المؤمنين نموذج آخر رشيد الهجري من هجر هذا الرجل العظيم الذي كان يسميه أمير المؤمنين رشيد البلايا والمنايا لأنه كان عالما بعلم البلايا والمنايا كان يقال أنه كلما مر على شخص قال له أنت تموت كذا وأنت تموت كذا وأنت تموت كذا فكان كما يقول فعلا لأنه طبعا من خواص أصحاب أمير المؤمنين يقول أبو حسان العجلي يروي أبو حسان العجلي عن بنتي رشيد الهجري قنواء اسمها قنواء أو قنواء ماذا قال أبوك أخبريني ماذا قال أبوك ماذا قال أبوك لك عندما حضرته الوفاة أو قبل أن تحضره الوفاة قالت أخبرني أبي أن أمير المؤمنين عليه السلام أخبره قائلا كيف صبرك يا رشيد وقد دعاك دعي بني أمية يقصد عبيد الله بن زياد فقطع يديك ورجليك ولسانك قال يا أمير المؤمنين آخر ذلك الجنة قال نعم أنت معي في الدنيا والآخرة يا رشيد أنت معي في الدنيا والآخرة إذن لا يبالي الرجل وهذا كما يقول أمير المؤمنين ما شر بشر بعده الجنة وما خير بخير بعده النار الشر يصيبك هذا الشر ليس شرا إذا كان بعده ماذا؟ الجنة والخير الذي يصيبك ليس خيرا إذا كان يؤدي في النهاية إلى ماذا؟ إلى النار فلذلك يسأله آخر ذلك يا أمير المؤمنين الجنة قال نعم أنت معي في الدنيا والآخرة تقول قنوى فوالله ما لبث أن استدعاه عبيد الله بن زياد ودعاه إلى البراءة من أمير المؤمنين فأبى ورفض فقال له عبيد الله بن زياد كيف قال لك صاحبك الميتة التي تريد أن تموت بأي ميتة تريد أن تموت قال لي أمير المؤمنين سلام الله عليه إنك تقطع يدي ورجلي وتقطع لساني فقال والله لأكذبنه فقدموه فقطعت يداه وقطعت رجلاه ثم أرسله تقول قنوى فأخذنا أطرافه يديه ورجليه أخذنا يديه ورجليه واحتملناه إلى خارج القصر يعني واضح من الرواية أنه قطع يديه ورجليه في قصره فأخذناه خارج القصر ثم قال آتوني رشيد يقول آتوني بدوات
أكتب لكم ما كان وما يكون إلى قيام الساعة. فسمع عبيد الله بن زياد ذلك فأرسل إليه الحجام، الحجام من يأمر بالقطع طبعا، فأرسل إليه الحجام فقطع لسانه، فتحققت مقولة أمير المؤمنين. فبقي رشيد على ذلك الوضع بضعة أيام، فاستشهد رضوان الله تعالى عليه ودفن طبعا قرب بابل قبره وضريحه. تقول قنوة سألته قبل أن يستشهد: أبا هل تشعر بألم مما أصابك؟ لاحظوا الجواب ماذا قال: لا يا ابنتي إلا كالزحام بين الناس. شوف الواحد إذا صار في زحام وضغط يقول هكذا أشعر، لأنه يشعر أنه بعد لحظات ينتقل إلى ماذا؟ إلى الجنان. وهكذا أنصار الحسين سلام الله عليه. تعال طالع بعض هؤلاء، ناخذ موقفين، ناهيك عن موقف علي الأكبر والقاسم والعباس وهؤلاء الأفداد، أقل رتبة بعض أصحاب الحسين ممن هم أقل رتبة من هؤلاء، سعيد بن عبد الله الحنفي، هذا الشاب في عنفوان شبابه، هذا ماذا يقول؟ أقدم حسينا اليوم تلقى أحمدا، وشيخك الخير عليا ذندا، والحسن البدر وافى أسعدا. هذا وقف يوم العاشر من المحرم يصد السهام عن الإمام الحسين سلام الله عليه وقت الصلاة، صلاة الظهر. تقول الرواية يلتقي السهام بوجهه تارة، وبصدره تارة، وبجنبه تارة، وبأياديه تارة. فلقي فيه بعد استشهاده 13 سهما غير ضربات الرماح والسهام. فلما سقط بعد أن أصابته السهام يلتفت إلى أبي عبد الله الحسين: أوفيت يا أبا عبد الله؟ قال: نعم وفيت وأنت أمامي في الجنة. ثم قال: اللهم عذبهم عذابا عاد وثمود، وأبلغ نبيك عني السلام، فإني رجوت ثوابك بنصرة ابن بنت نبيك محمد. موقف آخر للطفل صغير، أطفال ترى استشهدت مع الحسين سلام الله عليه، هذا الطفل عمره 9 سنوات غير القاسم أو 11 سنة. من هو هذا الطفل؟ عمرو ابن جنادة الأنصاري، ابن الحرث الأنصاري، عمرو ابن جنادة الأنصاري. هذا الطفل صغير، غلام صغير، أرسلته أمه إلى الحسين بعد مقتل أبيه جنادة الأنصاري، فقال الحسين سلام الله عليه: إن هذا غلام قتل أبوه، ولعل أمه تكره أن يقتل ولدها. قتل أبوه جنادة بين يدي الإمام الحسين، ولعل أمه تكره أن يقتل ولدها. فنادى هذا الطفل الصغير: أبا عبد الله، إن أمي هي التي أرسلتني، أمي هي التي أرسلتني لأن أبرز بين يديك. وفعلا تقدم هذا الطفل الصغير وهو ينادي، وتعرفون هذه الأبيات: أميري حسين ونعم الأمير، أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير، علي وفاطمة والدا، فهل تعلمون له من نظير؟ له طلعة مثل شمس الضحى، له غرة مثل بدر منير. تقول الرواية: فبرز الولد هذا الطفل الصغير فقاتل حتى قتل، فجاء شخص فقطع رأسه ورمى برأسه إلى والدته،
فحملته وهي تقول: أحسنت يا سرور قلبي ويا ثمرة فؤادي. ثم أخذت عمودا أو أخذت الرأس ورمته على رجل من القوم فقتلته. طبعا إرادة الله سبحانه وتعالى صدق مع الموقف. ثم أخذت عمود خيمته وبرزت وهي تقول: أنا عجوز في النساء، ضعيفة، بالية، خالية أو خاوية، نحيفة، أضربكم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريفة. فقتلت رجلين، فأمر الحسين سلام الله عليه بردها إلى الخيمة ودعا لها. هؤلاء أنصار الحسين، لكن تعال طالع من بدأنا المجلس بذكرها، زينب سلام الله عليها. شلون تضحية هذه المرأة العظيمة وعشنا أيامها قبل الأيام؟ ماذا فقدت أبناءها، فقدت أحبتها، أعزتها، لكن جبل صبر ما تزعزعت، تدخل مجلس يزيد ها، وكأن روح الحسين ترفرف عليها، كأني بها تخاطب الحسين: أسالف لك يا أخويا لو بعد كافي، أسالف لك يا أخويا لو بعد كافي، أسالف لك استوى الصوت بجتاف، أسالف لك إيش سوى العطش بشفافي. تدخل على يزيد، ترى ذلك الرأس في طشت ذلك اللعين، تقول سلام الله عليها في تلك الخطبة: أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإمائك وسوقك بنات رسول الله، سبايا قد هتكت ستورهن يا غيارا وأبديت وجوههن تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد ويستشرفهن أهل المناقل والمناقل ويتصفح وجوههن القريب والبعيد والدني والشريف. تقول الرواية: امرأة سمعت ذلك الصوت. من هي تلك المرأة؟ هند بنت عبد الله بن عامر زوجة يزيد، تسمع ذلك الصوت فهاجت لواعجها. تتصور ذلك الصوت كأنه صوت أمير المؤمنين، لأنها عاشت في دار أمير المؤمنين عليه السلام. أخذت تسأل: هذا الصوت كأني سمعته من قبل، من هذه التي تتلو في مجلس يزيد؟ قيل لها: إنها خارجية من الخوارج، انتصر عليهم يزيد وجاء بهم من العراق إلى الشام. أحبت أن تسأل: ما اسمها؟ قيل لها: إن اسمها زينب. اتوجس قلبها، انجرس قلبها، أحبت أن تتأكد. يزيد لما سمع زينب عليها السلام بتلك الخطبة أمر بخروجهم من داره. الملا عطية تعال يوصف ذلك الموقف: منها الذي تخطب وتتلقى بشجية، منها الذي تخطب وتتلقى بشجية، تشبه علي الكرار بالفاظ وحجي، تشبه علي الكرار سجعتها ونذرها، على يزيد الجرار ولا سمعا تهرها. هذه رحمك الله يا ابو العطيه، هذه عجيبة بالعجل تشفوه. يقولون عندي زيد نسوة خارجي، قال الخوارج والتي قامت خطيبة وهزت المجلس، هاي مسبية وغريب. اسمع،
يقولون اسمها زينب، يقولون اسمها زينب، ومن أرون وحسين أخوها اللي ذبح بالغار، وزينب تفرغ بالأسماء عبكار الأفكار من جوهر الهادي ومن خالص الكرب، قلبة الراي العام وابن الضاغ يحتار، وانكشفت أسراره وتبين كفر مي. الآن أرادت هند أن تكشف الخبر على حقيقته بعد أن أخرجت زينب إلى تلك الخربة ومن معها من أطفال. تقول الرواية جاءت هند مع حاشيتها وخدمها ودخلت تلك الخربة، على كرسي جلست نظرت إلى زينب، نكست زينب سلام الله عليها رأسها، عرفت تلك المرأة، التفتت إلى أم كلثوم بتناديها، هذه مو كأنها هند بنت عبد الله بن عامر خادمتها خادمتنا؟ قالت نعم أخي. نادت أحسن يا والينا، أحسن يا والينا، يا أحسن يا والينا، يا أحسن يا تلك المرأة إلى زينب، أخي لمن نكست رأسك؟ أسألك من أنت؟ قالت أني زينب اللي يحجون عني، سلت المصايب ما سلتني، صار البكا والنوح فني، أني تمرمرت من زبون سني سني. أنت زينب من أي البلاد أنتم؟ قالت من بلا من بلا من المدينة. قامت هند لما سمعت المدينة وجلست على الأرض، التفتت إليها زينب أخي لما جلست على الأرض؟ قالت إكراما لمن سكن المدينة، أريد أن أسألك عن بيت فيها. قالت سلي. قالت أريد أن أسألك عن بيت سيدي مولاي علي أمير المؤمنين، أريد أن أسألك عن الحسن، عن الحسين، عن زينب. نادت أني زينب اللي يحجون عني، سلات المصايب ما سلني، صار البكا الحسين وأصحابه، فقد خلفناهم مجزرين على ضوء كربلاء. نادت هند وحسينا وسيدنا. تقول الرواية أخذت حجرا إلى جانبها وصكت به رأسها، رواية أخرى تقول إنه أغمي عليها، ما تمالكت نفسها دخلت على يزيد حاسرة الرأس تقول له سول الله وجهك، لا جمعت رأسي ورأسك وسادة بعد هذا اليوم. قال لها استحي على، أما تستحي أن تدخلين على الرجال مكشوفة الرأس؟ قالت تغار علي ولا تغار على نساء رسول الله. اجمت بني يشعر هند مكشف الراس، سبت يزيد وصدفتها
أعظمه رأس الصبوت صفوة البار الله من يقرأ المباركة الفاتحة مع الصلوات.